السلام عليكم، اسمي ديالي ملكة، عندي 27 عام. السلام عليكم، اسمي ديالي ملكة، عندي 27 عام. كنت كنعرف واحد السيد وطلبني للزواج. مشيت لدارهم، فاش مشيت لدارهم طلبوا مني باش نبقى معاهم في الدار. وكان هاد السيد اللي كان هضر عليه كان خدام في القوات المساعدة، يعني مخزني، كان مازال ما كملش داك السير القانوني ديال 5 سنين. وبقيت انا معمالين الدار ديالهم، ما خلاونيش نمشي حيت كنت عايشه بوحدي. من بعد فاش قربت سالي، بعدا فاش مشينا قبل ما تسالي ديك 3 شهور، بقينا تما، جبت الوراق ديالي باش ندير معاه لاكت. من بعد قال لي باقي ليا 3 شهور عاد يمكن ليا ندير معاك لاكت، حيت باقي ما كملتش ديك 5 سنين ديال العسكر ديال قوات المساعده. عفوا، من بعد كملت ديك 3 شهور، عطيتو الوراق وداكشي باش انا نديرو لاكت. قال لي ما بقاتش ليا 3 شهور، راه باقا 8 شهور، هما غير غالطين في الحساب. كنت عايشه معاه بلا عقد في دار والدي. والدي عارفين لانه باه هو اللي شدني باش نعيش معاه. من بعد انا فاش شفت باقا 8 شهور، يعني ما بقيتش قدرت نبقى جالسه معاه، قلت لي غنمشي لدارنا عند خوتي. انا قلت كبرت بوحدي، مشيت عند اختي تقريبا مده ديال 10 ايام او 15 يوم، واتصل بيا قال لي اجي، راه يعني كرر نفس الهضره، راه ما غالطين في الحساب. جيت رجعت عنده، كرا واحد الدار في ايت ملول باش نسكنوا فيها انا وياه. جاب لي واحد الناس، يعني جوج الناس، هما جاو اكثر من جوج الناس، غير دوك الناس جوج كانوا كيدعوا انهم معدول. جابوا لي شي اوراق سيني ثاني يوم، لانني ما قاريش، ما عمرني دخلت المدرسه كاع. يعني هاد الناس اللي جابوا واش عدولين ولا لا؟ ماشي عدول، يعني كانوا كيدعوا انهم معدول. ومن بعد هو اعترف لي بانهم ماشي عدول، ما انا ما كنتش عارف. يعني تحايل عليه لانهم معدول، وانا طيقته بحكم انني ما قاريش وهو خدام واحد الدومين ديال الامن، يعني ديال المخزن، طيقته. من بعد صافي عشنا على اساس اننا مجوجين واحد 3 شهور او شهرين وعشرين يوم بحال هكا. تناقشت انا وياه وخرجت من الدار، مشيت عند بنت خالته، جلست حتى العشية، رجعت لداري زعما باش ندخل ليها. كنت تفاجأ ان السيد بدل القفل ديال الدار. اتصلت به قال لي غير سيري حتى نجي نجي لعندك. فجاج عندي قال لي حصل لينا نتفارقوا. قلت له ماشي مشكل، ما فاهمينش، حسن لينا نتفارقوا. نيت غبر واحد النهار او يومين، وصفت لي واحد السيد جاب الوراق، جا كيسول عليا قال لي ياسين على هاد الورقه ديال الطلاق. وقعت على واحد الورقه ما عرفتش شنو فيها. صافي قلت راه ساليت انا وداك السيد. دازت مده ديال اسبوع او اكتشفت انني حامله. اتصلت بهذا السيد قلت له شنو كاين شنو كاين، قال لي انا كاين في الداخل ما كاينش هنا، لان كانت زياره ديال سيدنا ديك الساعات. وفعلا كانت. تسنيتو فاش رجع من بعد ما عرفتش بالضبط شحال، تكون شي 10 ايام 8 ايام ما عقلتش. فاش رجع تلاقى معايا قال لي الا كان هذا الولد ولدي ولا بنت، انا من يتزاد غندير ليه التحاليل و غنعترف بولدي، غير ما تجبديش ليا الصداع خدمتي وهذا وهذا. قدرت وسكت، دازت شي 4 شهور بعدا فاش قال لي ديك الهضره اختفى، ما عمرني بقيت شتو بدل عليا نمر التليفون. دازت 4 شهور واتصل بيا، جا لعندي، خرجنا انا وياه، جلسنا وهضرنا كان شيء لم يكن. وقال لي واش رجعوا نعيشوا انا وياك، الا بغيتي انك ضمني انني ما غنفوتكش نعيشوا انا وياك حتى يتزاد دري. وانا ما بغيتش نعيش معاه لانني ماشي مراتو ديك الساعات. من بعد نفس الشيء كيختفي، يعني كيبدل النمره نهار كيبغيني كيقلب عليا. بقيت حتى تزاد دري، دار 40 يوم. مشيت كنقلب، تلاقيت واحد السيد كيعرفو هو، طلبت من عنده نمره التليفون واتصلت به وقال لي اجي لعندي. مشيت عنده عطيتو التصاور، دار راسو انه هو تفاجئ وكيبكي وهذا. قال لي اعطيني شويه الوقت راه تصدمت، انا خصني نفكر. عطيتو داك الوقت، جيت الغد لي كنتفاجئ بميساجات ديالو، قال لي هذاك الولد ماشي ولدي، ودوك التصاور انا قطعتهم ولحتهم. من بعد فاش قال لي ديك الهضره ما بقى عندي ما نقول لي، يعني خليته.
جلست من وراها نهار واتصلت به، مشيت لعنده يعني فاش اتصلت به جا عاوتاني تلاقى معايا وقال لي بلي داك الولد راه ماشي ولدي وبانني ما عمرني كنت مجوج بك وجهدك جري. صافي مشيت ما قلبتش ما سولتش، بقيت كنمشي للباب ديال القشله اللي هو فيها كيجروا عليا الدراري وكيبقى يقولوا لي الهضره خايبه. انا ما عرفتش كنخاف منهم ما عرفتش وكنمشي وكنسكت. واحد النهار عاود اتصل بيا هو وهضر معايا وفاش قلت ليه غنمشي للقانون قال لي انا راني خدام في القانون ولا جيتي قدامي غنفاسك برجليا ما غتوصلي فين. هاد السيد كيمثل راسو بانه هو المسؤول مع انه هو خدام في قوات المساعده. معليش بقيت هكاك بقيت ساكته ما عمرني شفتو من داك الوقت. واحد النهار تلاقيتو صدفه يعني تدازت شي عامين وعاود طلبتو مره اخرى وقلت لي انا بغيت اوراق ولدي ما بغيت حتى شي حاجه. قال لي شوفي داك الولد من جبتيه. وحاليا ولدي عنده 4 سنين. قبل عيد الكبير ديال العام الفايت كنت مشيت لواحد الاداره وعطيتهم تصاور وعطيتهم يعني جميع الحوايج عليه وقالوا لي سيري يومين ورجعي عندنا. بعد رجعت لعندهم حيدوا لي التصاور وقالوا لي سيري عند الوكيل. حنا الواجب ديالنا درناه معاه. ما عرفتش شنو هذا الواجب اللي داروه معاه. النداء ديالي لهاد المسؤولين هادو راه ما عارفين راسهم شكون وعاقلين بانني جيت لعندهم. شنو هذا الواجب؟ مشيت ليها ولكن فين خدام هو ما عمرني دخلت ليها وما عمرني شفت المسؤول ديالها يعني غير في الباب. انا كنهضر على الاداره الكبيره اللي مشيت ليها. وهاد الناس اللي كيقولوا داروا الواجب شنو هذا الواجب اللي داروا معاه؟ هذاك الولد يعني شنو غادي يكبر هكاك ما عنده طورقه؟ دابا الدري عنده 4 سنين باغي يدخل المدرسه وما عنده طورقه. من بعد ما درت هذا النداء اتصلوا بيا ناس مسؤولين ومشيت لعندهم وقيدوا نمر التليفون ديالي مع انها راه عندهم وقالوا لي يكون خير الا كان شي جدي غنتصلوا بك. اتصلوا بيا فاش مشيت لعندهم قال لي يكون خير صافي. قالوا اللي كنمشي عنده كيقول لي سيري عند وكيل الملك. درت شكايه لوكيل الملك ومشيت دفعتها وفي صراحه ما محكمه ديال انسكان وشدوها الناس يعني قلبوها في الباب مع ان الشكايه كتدخل عند وكيل الملك ديريكت ما كتقلبش في الباب. ومن بعد قالوا لي سيري صيفطها في الفاكس وانا صيفطها. يعني ما نقدرش نقول انا ما داروا معايا والو لحد الان. المهم باقي ما داروا معايا والو. تلاقات مع المناسبه ديال عيد المسيره وما عرفت شنو غادي يكون. النداء ديالي دابا للمسؤولين والنداء ديالي للمسؤول الكبير في اكادير يتواصل معايا ويعاونني لانه ما يشوفش فيا انا يشوف ولدي. يشوف هذا الولد يعتبره ولده ويعتبر انه هو غيدير خير يعني ما غيخسر والو غادي غير يتصل بيا وغيتصل بهذا السيد وغيواجهنا. حاليا حس انا مستعد نتواجه معاه ومستعد بهذا المسؤول هذا يوقف معايا حتى نوصل لحق ولدي ويدير التحاليل ولا تبت هاد الدري ماشي ولده. انا مستعده نتعاقب. هادشي اللي بغيت. انا متاكده باللي داك الولد ولده حسب ما كيقولوا دابا انه هاد السيد راه مجوج وعنده بنيه وعاطيها الحقوق ديالها وولدي انا علاش ما شادش حقه؟ شنو ذنب هاد الدري؟ الا كان كيشوف فيا كنقول ليه لحد الان انا بقى مستعده نتلاقى معاك ودير ليا غا اوراق ولدي ما بغيت حتى شي حاجه. انا سمحت في حقي كامل وما بغيت حتى شي حاجه. ما عنديش مشكل انا يعطيني حق ولدي ما بغيتش نخرج عليه ما بغيتش نضيع عليه حياته لانه حتى هو عنده والدي وكيتمنوا فيه شي حوايج. وكما كيقولوا الناس انه هو عنده بنيه واخا انا ما شفتش بعينيا ما غاداش نخرج عليه وما نخرجش على المستقبل ديال ديك البنت. يا ما كنتش بغيتي تعطي حق هاد الدري راه غادي يجي واحد النهار وحنا عايشين في مدينه وحده ويقدر ولدي انا يمشي يتزوج بختو. يعني انا كنطلب هاد السيد الا كان كيشوفني يتصل بيا ويجي عندي ويهضر معايا وانا نتنازلي على جميع الحقوق ديالي. انا يعطيني غير النسب الفلوس ما بغيتهاش. انا مستعده نهز ولدي ونعيشه بوحدي. انا ما عنديش خدمه كل مره فين كنخدم كنخدم في ميناج فيرما وزين اي حاجه لقيتها قدامي كنخدم فيها باش نكبر هاد الوليد وباش نقريه. ما بغيتش نكرفصو. لو كان كنت باغا نكرفصو غنمشي نطلب به غنعطيه ما نشدوش نهار ولدتو غنعطيه. عط الله اللي باغي الولاد. ولكن انا باغا ولدي وباغا هاد السيد الا كان كيشوف فيا نقول ليه بارك راك غتخرج على راسك وغتخرج علينا كاملين. اجي شوف ولدك
اجي عند ولدك راه محتاجك، ولا نعطيها انا ما عطاش ما عطيتوك راه محتاجك. كيشوف دابا التصاور ديال بابا وكيقول لك انت غيجي بابا، كنقول له راه في الصحراء، قال لك كاع الناس سافروا وجاو وبابا بوحدو اللي ما كيجيش. ديما كيسولني على باه، ما عرفتش شنو ندير. كنعاود نناشئ المسؤول ديال اكادير ديال قوات المساعده، كنقول له شوف من حالي اعطيني، انا اعطيني غير ساعه من وقتك، ديني لعندك وهضر معايا وجيب هذا السيد قدامك وحقق معاه وشوف غير دوك التصاور اللي عندي معاه. وكنناشد سيدنا ملكنا محمد السادس اللي كان قال في الخطاب الاخير اللي قبل ديال البارح من طبيعه الحال بان راه ولادنا ولادو. احنا محمد السادس عايشين في واحد البلاد اللي ما قادرش نشد فيها انا حقي. كنناشد سيدنا لانني كنطيق فيه وكنفتخر ببلادي بزاف، وكنفتخر بسيدنا الا ما شوف هذه القضيه ديالي. الله يجازيك بخير، هذا راه ولدكم. حكاش الدري الا كبر بلا اوراق شنو غتسناو منه؟ سيرتو منا يعرف راسو باه شكون هو. وديجا انا درت هذا الشيء كامل وما وصلتش لحقي. شوف هذا الدري اعتبره ولد الشعب ديالك، الله يجازيك بخير. يعني كنطلب سيدنا وكنناشدو وكنقول ليه باللي انا هاد الدري عارفه ولد داك السيد وهو ما باغيش يعترف به. الرسالة ديالي لجميع المغاربة كنقول ليه معاونوني، لما لقيتوش باش تعاونوني عاونوني غير بالبارتاج وتداعوا معايا. وبلا ما ننسى نشكر الناس اللي في الجالية المغربية، نشكرهم بزاف 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 على التعاطف ديالهم معايا لأنهم تعاطفوا معايا بزاف. بصراحة بعد مرات كنعجز على الهضرة وما كنعرفش شنو نقول. رسالتي الأخيرة نبقى نقول للبنات ما تبقاوش تثيقوا في أي واحد، إنه هذا السيد أنا طقت فيه وهو خدام في هذا الدومين ديال المخزن، داكشي علاش طقت فيه، لأنني كنطيق في المخزن بزاف وفين ما كنشوفو كندوز من الطريق اللي فيها حك هو اللي كيحميني. والرسالة للوالدين يبقى يقروا بناتهم ويقروا ولادهم. ونعاود نقول رسالة ديالي للمسؤول ديال أكادير، المسؤول ديال أكادير يشوف فيا ويعطيني غير ساعه من وقته، الله يجازيه بخير. حيت ما عرفتش كيفاش نوصل ليه، كنمشي للباب ديال الادارات باش نوصل لهذا المسؤول، حتى واحد ما خلاني نوصل ليه. رساله ديالي ليه الا شاف هذا اللايف ديالي اتصل بيا، وانا مستعده اي حاجه الا كانت العقوبه كاع يعاقبوني انا قابله بها. المهم يعطوني غير ورق ولدي، يعطوني غير النسب ديال ولدي. اكثر حاجه كنخاف منها دابا حيت انا عايشه بوحدي وما عنديش شي واحد من العائله هنا، اكثر حاجه كنخاف هو شي نهار الا وقعت ليا شي حاجه الدري كيفاش غيعيش وكيفاش غادي يكبر. كلهم مناش كيخاف، انا كنخاف من الموت لنخلي ولدي ايتيم. الا كان عنده بعدا النسب ديالو راه عنده العائله، ماشي بحال ما عنده حتى ورقه. كنشكر جميع المغاربه